يلا يا مرة يلا بقى خلصينا. أوف، معقول يا عمي خديجة؟ أوف يا عفوا أنا كتير. تفضلي الست زهرة مو هون؟ مرت عمي مو هون، راحت على الضيعة، يعني أخدت عمر واستقرت بالضيعة. فهمت، ماشي يسلموا. طيب ليش حضرتك سألتي عن مرت عمي؟ ومين حضرتك؟ أنا سهر، كون كنتهم، يعني مرته لمحمد. مرته لمحمد؟ بس يجي جوزك قليله إنه يبعد عن ابني، سمعتي؟ أنت بتكوني أمه لأمير، ما هي؟ وأنت سمعتيني ست سهر؟ سمعت لا تاكلي هم، أنا أساساً بصفكن أنتو، وبعرف كل شي عملته فريحة بابنك كتير منيح. بوعدك رح خلي زوجي يبعد عن ابنك، تقدري توثقي فيني لا تشغلي بالك. حتى إذا بدك بعطيكي رقم تليفوني، يعني مشان إذا حبيتي تعرفي شو صار تتصلي فيني بدون ما تترددي. وشو المناسبة بقى؟ أنتو بعيلتكن ما في أي حدا بيعرف حده؟ إيه مثل ما بدك يا مدى. أوف منك يا عمي أوف. أمير؟ 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 مشان الدين؟ ايه فريحة، الدين مو معقول يكون اندفع، هالشي مستحيل. شو عم تعملي فريحة؟ بدنا نحكي، وإذا بدك زتني من السيارة. حادث بدك تسمع تحكي بس وقت اللي بدك تدافع عن حالك، ما هيك؟ وهلا بدك تطالعني غلطاني لاني عم حاول احكي معك؟ الدين وعيلتك وامك واخوكي، حاولتي شي مره تحكي عنهم؟ امير انا مشان احكي قفلت علينا الباب. وانا هذا اللي بقصده، ما حكيتي مشاننا، حكيتي لانه امك نظفت بيتي. انت ما بتقربي مني الا وقت بدك تحمي شي حدا فريحه. هدول اللي عم تقول عنهم حدا عيلتي. المهم بعرف انك عم تقول هيك مشان تعصبني وبس، بس انا ما رح انزل من السيارة قبل ما نحكي. كوراي مرحبا، شفت الهاندا شي؟ ما شفتها من كم يوم، عم اتصل فيها وموبايلها مسكر. فيك تعطيني عنوانها لو سمحت؟ بدي روح اطمن عليها. انتي ليش كتير مهتمة بهاندا؟ لأني أنا بحاجتها. انتي بحاجتها؟ هيك شي، لأنه آخر فترة كنا كتير قراب من بعض. جانسو، صحيح إني ما بعرفك كتير منيح، بس بعرف إنك عم تمري بأيام صعبة. برأيي بعدي عن هاندا واهتمي بمشاكلك الشخصية. لوين رايحين؟ ما بعرف، بدك وصلك لمحل. أمير فيك تسوق على مهلك؟ فريحة انت ما مليتي؟ امير شو بدك يعني يساوي؟ انت ما فيك تفرض هيك لحالك انه لافانت بيك هو اللي دفع الدين. فريحة انت شو بدك؟ مين اللي خبرك انه اندفع الدين؟ المحاسب تبعنا. طيب هذاك المحاسب ما بيعرف مين اللي دفع وامتى دفع؟ ما فينا ندفع هالدين امير، امبارح ابي حكى بالموضوع. ليش هيك عم تعملي؟ الزلمة راح ودفع الدين، انت ليش لسه عم تكذبي؟ الكذب شو هاد؟ ما اندفع الدين، شو يعني انت بدك تجنني؟ اذا انت رح تجنني انا شو لكان؟ يا فريحة كل ما حاول يصلح علاقتنا بتطلع بشي جديد. ما عم طالع شي بنو، بس هالشي لازم يكون له تفسير.
معقول يكون المحاسب ما بيعرف مين دفعه؟ هو امتى قال لك هالحكي؟ بتعرفي امتى قال لي هالحكي؟ وقت اللي قررت انه انا ادفع الدين هو اللي قال لي هالحكي. اذا عن جد ما عندك علم، انت بتعرفي مين اللي بيقدر يجاوب. يلا اطلع. سوق على لا تخاف، ما أجيت حتى ألعب دور الضيف أبداً، حتى ما رح أقعد كمان، لأنه أنا عندي موعد ضروري بعد نص ساعة ولازم لحقه. طالما جاي تأخذ نصيحة تكون شخص كتير مهم. بصراحة هذا الشيء بيضحك كتير، أنا لسه ما نزلت لدرجة أني أخذ النصيحة من ابني يلي ضل سنة كاملة عم ينخدع ولساته ساكن هون. شو بدك بابا؟ طلع على حالتك، بدي هلأ جواب واضح عن هذا الشيء. من وقت ما حضرتك عرفت هالبنت ما عدت أمير صراف أغلو أبداً، وانت عم تتصرف مثل أولاد الشارع تماماً. كان ممكن إنه حضرتك توقع بأكبر فضيحة هاي السنة، بس مثل ما أنا شايف باينتك واقع وخالص بهاي المشكلة والفضيحة. يسعد مساكن. أهلي سازر، ما في زبالة، يسلم. شو صار؟ لا تكون تأثرت كتير، هذا الزلمة كان رح يصير حماك ما هيك ابني؟ فيك تروح تبوس إيده وتلم الزبالة عنه كمان، هالشي بيشجعك. يعني طالما انه هديك البنت دفعت الدين فما بظن انه في داعي انك تضل هون. ديا ديا مرا؟ ايه شو كان اسمها؟ ايه صوفيا حسن على الاغلب، قال صديقة العيلة. يعني اصحاب هدول النواطير ويلي بيسألوا عنهم ما كانوا يخلصوا. ماشي ابني، بعدين بشوفك. تفضلوا تفضلوا. محمد، أنا بكرة بدي أحكي مع فيسال، عم أقول يا ترى لو بقدر أطلب راتبك بكير منه. شو في بابا؟ بلكي بنقدر نجمع كل المصاري منشان نحطهم بالبنك بكرة، منشان الدين يعني. في حدا وجه لك حكي من اللي فوق؟ لا يا بنتي. لا عمي، أنا مو عاجبني وشك بنوب. بابا أحكي بصراحة، صاير شي؟ يلي بالشقة 10 أبوه كان عنده هلأ، ضل هيك عم يطلع فيه كتير وكأنه عم يقول مرق الشهر انتو وينكن، وهذا حقه يعني.
قربي لهون، حطي مي باردة. يلا قربي ايدك نشوف. خلص ما في شي، خلص. سمحتي انه انا شوي تانية رح انزل على المطعم لتحت. تكرمي يا خانم. نبهار خانم قالت شوي تانية رح تنزل على المطعم. يسلم. جانسو وبيلين شغلين اغلب وقتي والباقي كله بالاوتيل، وانا طبعا مجبورة اعترف انه ما عم اتحكم بالشغل مثل ما بدي. عن جد صعب كتير انه تكوني عم تتحملي كل هذا الحمل لحالك. ايه صعب كتير. خلدون كان عم يخليني بعيدة عن الشغل، طبعاً كان ياخد أفكاري بعين الاعتبار، بس في فرق كبير بين الحياة العملية والحياة النظرية، ومشان هيك شراكتنا معك مهمة كتير بالنسبة لألي. بعرف إنه فيني أثق فيك بكل الأمور. بتشكرك. طب خلينا نشرب نخب صداقتنا. نخب صداقتنا. شوفي مين إجا لعنا. إجا صديقك. تشرب شي بعد شوي. ماشي. على الأغلب يمكن أكيد عنده موعد مع أمه. لو صديقك يرمي شي سهم حب على أمير بالجامعة احتمال يدوب التلج اللي بيناتهم. لك فريحة، هلأ من وين طلع لنا هاد لافاند بيك؟ لك أنا بعرف إنه مو هو اللي دفع الدين، كان رح يخبرني ليش يكذب علي. لكن مين هو اللي دفع الدين فريحة؟ ما بعرف. إذا بدك الصراحة مو مهم مين دفع الدين، نحن زعلانين بدل ما نفرح، المهم هلأ خلص الدين. إيه وأنا شو بدي أقول لبابا؟ قل له خلاص الحمد لله تسكر الدين، بس أنا ما بعرف مين الشخص اللي دفعه. والله ما بعرف شو بدنا نقله، بس لازم نخبر خالي بسرعة لأنه هو كتير متضايق فريحة. إذا عرف رح يرتاح، وهلأ هاد أمير رح يبطل إنه يضايق محمد، وهيك حتى محمد بيرتاح. هو هيك أمير كمان ما عم يثق فيني، معلق على لافاند بيك، مفكره هو دافع الدين. لافاند بيك هيك ولافاند بيك هيك، وما عم نحكي بشي تاني. لك فريحة، هاد لافاند بيك قلتي انه حاول يدفع دينكم وبعد اجى على الجامعة، يعني ما تتضايقي مني، بس حاسة انه في شي تجاهك هيك مبين. يعني مثل شو العلاقة؟ مستحيل هيك شي. لكن امير ليش عم يغار من هاد لافاند؟ يعني لافاند بيك في عنده وضع خاص، حتى انا اسفة ما فيني اشرح لك، يعني مو معقول. بس أنا مبسوط. هالشي أكيد الشي اللي نحنا ما عم نلاقيه بليق فيك، أنت بتعمل عكسه دائما. بولاند وينه؟ عنده علم أنه أنا موجود هون؟ هو بيعرف أنه أنا وياك رح نلتقي، بس ما قلت له.
بأي مكان رح نلتقي لأنه هو ما نو مهتم وما بيعني هالشي بنوب؟ يعني ما بده يشوفني. وهذا الشي عم يفاجئك ولا كسر بخاطرك؟ برأيك أي وحدة؟ بالنسبة إلي أنا مو مقتنعة بالتنتين. برأيي لهون وبس. من فضلك قلي له لبولاند إني كنت حابب شوفه. رجع أقعد، أنا لسه ما خلصت كلامي. بولاند ترك الدراسة عم يمشي على خطى أخوه الرائع اللي كان مثال منيح إله، أخوه اللي ما شافه واللي ما حكى معه بس حفظ كل أغلاطه، وكمان عم يطبق كل خطواته بكل تفاصيله. عم قول ما رح أحكي ما رح أحكي، بس يعني كأنه عمتك عم تعمل هيك قصدان. لك مغيرة كل شراشف البيت وغاسلتون، وما بعرف ليش مغاسلة شراشفنا. إيه دخيلك يا، شو إلها علاقة بهالشي؟ إيه شو إلها علاقة؟ لك عمتك عزلت البيت كله وما عرفت تغير شراشفنا؟ لك ماني مصدق عيوني، كل شي تحت الكنباية جايبتن وحاططن بالخزانة. لك مشان الله سهر، خلصنا بقى بكفي، نزعتي لي مرائب هالليل. حقك علي، بس أنا بالأصل ما عندي إلا كم غراض. عاملة الخزانة مثل محل البالة، كراكيب وخردة. اف، حتى طاسة الحمام هون. انت استنى، انا بعرف. انا بعرف شو رح اعمل. مو معقولة هيك، كراكيب وشغلات بلا طعمة. بدك ما تواخذني، يعني مرت عمي زهرة لما كانت تنظف بيوت العالم كانت تجمع الكراكيب هيك؟ سهر احكي منيح. شوف هالمنظر، شغلات بلا طعم. هاي صور الخطبة. من وين طلعوا هدول هلا؟ بيون. ايه بس شوف محمد، انا كمان بالصور. قلت لك كبيون، لا تعصبيني سهر. دخيلك خلاص. يلا يلا مدي الشراشف مشان نام. امرك. انا امتى رح شوفه؟ هلا هو ما نأخذ منك اي موقف، بس ما عنده اي نوع من الرغبة إنه يشوفك لافاند. أنت لما طلعت من هداك الباب هو كان، إذا بتتذكر، ولد صغير كتير. أنت بتعرفي إني إجيت كتير مشان أشوفه. إمتى كانت آخر مرة؟ قبل 10 سنين؟ أنا ماني منيح بالتوقيت مثلك، بس أنت بتعرفي إمتى غبت؟ لما زوجك اللي روحوا لبقى تزعج هالعيلة. هذا هو الوقت اللي أنا بتذكره منيح. أنت اللي جبرتنا أنا وأبوك إنه نعمل هالشي. أوعك تتأمل مني إني أشفق عليك بهالأساليب العاطفية. ومين قالك بدي شفقة؟ ومنك أنت؟ فيكي تخبريني إمتى أنا طلبت منكم شي؟ لحتى استنى الشفقة. فينا نقوم؟ مساء الخير. مساء النور سينا. شريكي أونال صراف أغلو. يوم الافتتاح كتير كان حلو، إن شاء الله ألف مبروك. بتشكرك يا خالو. لافاند بيك، شايفك لقيت أمك. اي نعم. ايه عكلن، منلتقي بعدين يا بهار.
وانت لافانت بخاطرك. تصبحوا على خير. وانتم من اهله. شكرا كثير، كانت ليله حلوه. فيك تتاكدي انه رح نرجع نعيدها كثير. انا حكيت لك كل شيء بيتعلق بحياه اخوك بولاند. ما ضل في اكثر من هيك لخبرك عنه. انت اتهمتيني وانا سمعتك، بس حابب اعرف امتى فيني اشوفه؟ لحتى صدق انك عن جد مهتم باخوك ومن جوات قلبك. أخي يا بنتي، مبارح لما شفتك طول الليل عم تدرسي ما سخيت فيقك بكي. يعني معقول هالحكي اللي عم تقولي أمي؟ بعمر الواحد ما يعمل خير، الكل بيعصب علينا. كمل عينك خالتي خديجة؟ نظفت الكراكيب اللي كانوا جوا الخزانة، رح حطهم هون مشان يكبون شي حدا. أكيد ما رح تخلوا الحامل تطلع وتكبون. إيه يعطيك العافية سهر خانم، منعرف انك حامل وحالتك ما بتسمح، بس شايفتك ما بتتأثر بلبس الكعب العالي والطلع على الشغل فوق عند العالم. اساسا هيك لازم نطلع لعند الجماعة لانه هنن بيحبوا البرستيج كتير. فكرة عالم الجماعة الاكابر اللي فوق. لك يا بنت انت شقفة لفاية عندهم بس. ايه فريحة بنتي، ايه شو كنت بدي قلك؟ صحيح انت استنيني شوي هون لبين ما روح خلص شغل البناية التانية وارجع. الله يرضى عليك، ديري بالك على المربى اللي على النارها. ايه ومشان ما يحترق من تحت حركي على مهلك شوي، انا رايحة. يلا بس. مين حضرتك؟ آسفة، أنا وحدة من معارف أمك من زمان. لك الامتحان ده بقى. إيه مو حرام عليكي أظافيرك الحلوين؟ أنت من شو مزعوجة؟ هات تحكي لي لشوف. ولك سهار، أنا ما نبهتك قبل هالمرة وحذرتك، إذا بتعامليني كأني رفيقتك رح تطلعي برات هاد البيت وما بقى تفوتي بنوب؟ يا روحي، يعني شفتك متوترة قلت إذا فيني ساعدك، لأنه فريحة تصرفاتها تحت غريبة مشان هيك سألتك. غريبة؟ متوترة كتير وحاسة إنه الأرض مو شايلتها، مو هيك؟ إيه والله مو شايلتها، هي وكلتون عم يفوتوا على الغرفة دائماً، عم يتوشوشوا وما عم بعرف شو عم يحكوا والله. إيه
سمعتي شيء ابدا؟ انا ما قلت لك شو ما عملت فريحه بتخبريني؟ الموضوع مو سهل، البيت ما عم يهدى ابدا. عم تحاول تلعب على امير مره تانية. لا وفوق هيك هداك مسحور وغرقان فيها ونسيان كل كذبه وعمايلها. لك شلون نسيت وكبيتها؟ شو هي؟ استني لقلك، رح انزل لتحت وجيب لك شغله تخلي امير يتذكر كل كذبه لفريحه معه. بتشوفي فريحة؟ أنا أجيت بنتي. فريحة فريحة. أخ نسيان الغاز شغال تحت المربى، الله يسامحك. أخ يا ربي هاي لزقوا. منيح اللي أجيت بكي. لك أنت على شو عم تدوري بالزبالة؟ بالغلط زكيت البتلة اللي بحبها بالزبالة وعم دور عليها جوات الكيس. إيه مو مشكلة بنتي، خبري محمد المسا مشان يشتري لك غيرها. معلش أنا رغم هيك بدي دور. أنتي ديري بالك على المربى ماشي؟ وبعد ما رجعنا لهون صرت دور على أمك وعرفت كل اللي صاير معكم بالتفصيل، قصة حادث السيارة ودينكم، حتى لما تقوصت أمك. بس أصعب شغلي كانت لما عرفت أنه أمكم تركتكم وراحت على الضيعة مع أخوك. لكان أمي كانت تحب واحد؟ لا بالعكس، كان في واحد بيحب أمك لحتى مات. فريحة أنا ما عم بحكي هالحكي مشان زعلك. أنا وعدت أبي قبل ما يموت فترة إنه رح نفذ وصيته كلها، وأنا هون هلأ حتى نفذ وعدي. بجوز تأخرت شوي بس أنا كنت محتاجة استوعب القصة حتى أقدر أتفهم رغبته. أمي عاشت قصة حب وما خبرتني عنها؟ هالشي كتير غريب. بجوز مو من حقي إني خبرك هالشي أبداً. بعرف إنه زهرة رح تزعل مني كتير، بس أنا كمان كنت محتاجة لأحكي. وهي القصة اللي بعرفها أنا وأمك صرتي تعرفيها أنتي، وهيك بكون وفيت وعدي لأبي. هلأ ارتحت. ليش أنتي بشو وعدتي أبوكي؟ فريحة أنا ما بعرفك أبداً وما بعرف كيف رح تتقبلي هالشي أبداً، بس أنا وعدت أبي إني نفذ وصيته. عم تفهمي علي ما هيك؟ فهمانتك، بس يلا خبريني شو. فريحة أنا دفعت دين حادث السيارة اللي كان عليكم. شو؟ أنا رحت وقابلت صاحب السيارة وسكرت باقي الدين تبعكم. هاي كانت رغبة المرحوم أبي. هذا الكرت وفي رقم تليفوني. إذا بيوم حبيتي إنك تحكي معي شو ما كان الموضوع حاكيني. طيب شو بدي أقول لبابا أنا؟ حبيبتي أنا رح أحكي مع أبوكي. أصلاً أبوكي أكيد ما رح يعارض الموضوع. وأنتي شو بدك تحكي مع أبي؟ وثقي فيني فريحة، أنا ما رح أعمل أي شي ممكن إنه يضر بأمك زهرة أبداً. هلأ هيك رح يكون كل شي واضح ومبين قدامه. صدقيني كتير حابة إني ساعدك حبيبتي، بس هالصورة رح تأذيني إذا ضلت معك. سهر شو قصدك يعني؟ لك إذا بتنكشف قصة هالخطبة اللي بالصورة، العالم اللي تحت رح يعرفوا إني أنا اللي عطيتك الصورة ورح يعملوا لي مشكلة، حتى زوجي. وإنتي بتعرفي إني أنا حامل هلأ، يعني ما رح أقدر أشتغل لفترة.
ورح احتاج لمصاريف. شو يعني؟ حكيك هاد بدل انك بدك تبيعيني الصورة مو هيك؟ يعني صدقيني لو ما كنت محتاجة يعني كنت رح اطلك اياها بعلبة واعطيك اياها من عيوني، بس انا لازم اضمن حالي ما هيك؟ قديش بدك قولي؟ يعني سؤالك فاجأني. انت قديش رح تدفعي لي؟ شو بيعرفني؟ 500 ليرة بكفي؟ 500 ليرة؟ اكيد عم تمزحي معي. 500 مشان تنزع العلاقة بين فريحة وأمير وتفضالك الساحة؟ رأيك بتكفي 500؟ ليكي هلأ قربت تجي سينام خانة وقولي قديش بدك بسرعة. 50,000. شو؟ شو عم تحكي انتي مجنونة؟ أنا عرضت وانتي ما بدك تشتري. مع السلامة سهر. هلأ مزبوط اللي شفته ولا أنا غلطانة؟ مو هي كنت عدوتك فريحة اللي طلعت؟ أنت ما كنتي تهتمي بحدا بهالبناية أبداً، هلأ صرتي تهتمي بهالبنت لأنه صارت عم تشتغل عنا بالبيت لارا؟ شو صاير لك يا؟ لا وفوقها عم تحاسبيني كمان. شو هالجريمة؟ البنت عم تشتغل عنا هون بعدين أنا حبيتها وسقت فيها. شو قصتك لارا؟ الموضوع بيخصني أنا. عن إذنك بعدين بشوفك. شكلها هي جنت على الآخر. رضا بيك؟ اي نعم انا. انا بنت صديقك حسن عادل. عم تحكي جد؟ تفضلي تفضلي يا بنتي تفضلي. قليلي انا شفتك يوم جنازة ابي بالضيعة. بتذكر منيح كيف كانت حالتك؟ أنا هون مشان نفذ وصية المرحوم أبي. بابا قبل ما يموت جابني لهون على اسطنبول يعني من كم شهر، وما قدر يجي قابلك بوقتها، بس دائما كان يحكي عنك، وبآخر حديث إله قال لي إنك دائما كنت عم تدير بالك على أهله بالضيعة. هو حب إنه يرد لك الجميل اللي أنت عملته، فأنا دفعت دين حادث السيارة اللي كان عليكم. بس معقول تعملي هالشي يا بنتي؟ من فضلك، هي كانت وصية بابا إلي ولازم نفذها. بترجاك لا تكسر بخاطري. ميرال شفتي فريحة اليوم؟ لا اليوم ما شفته. يا الله شفتي فريحة اليوم؟ مرحبا وأنا منيحة. إيه شفت فريحة وطلعت من الجامعة من شوي، في شي تاني؟
آسف، في شي مشكلة بيني وبينك؟ لا أبداً، أنا أصلاً محتارة بهالجامعة، كل واحد بيجي بيسألني سؤال من دون ما يطلع بيوشي حتى، وأنا عم أقول عادي ما في مشكلة. عن جد آسف. تعرف أنتوا بتشبهوا بعض بالمناسبة. شو؟ قصدي أنت وفريحة، لما حدا بينتقدكم بتفكروا أنه المشكلة عنده وأنتوا ما عم بتشوفوا مشاكلكم. أنتوا شو عم تحكي؟ والله غريبة. هيك بتخجلني كمان لك أخي حسن. إجيت بأصعب أيامنا، إجيت كمان لتنقذنا مثل الملاك الطاهر. أخي يا أخي حسن، هاي تاني مرة عم تخجلني. يلا ديروا بالكم على حالكم، وانتي كمان ديري بالك. ماشي ماما.